نظمت أكاديمية المجتمع المدني لقاء إعلاميا بمقرها بالعاصمة، وذلك بحضور تنظيمات طلابية وعدد من المثقفين والفاعلين في المجتمع المدني. اللقاء أقيم من أجل التنديد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية ما جاء في جلسة البرلمان الأوروبي الأسبوع المنصرم. وفي نفس الوقت نهيب بكل الجزائريين والجزائريات في داخل الوطن وخارجه للوقوف صفا واحدا أمام كل التحديات والمخاطر، حفاظا على استقلال ووحدة الوطن وترسيخا للإنجازات الباهرة التي حققها الحراك الشعبي في الانتقال بالجزائر إلى مرحلة تاريخية جديدة يسودها الاستقرار والرقي والتقدم. ونذكر في بيان السيادة والشرف كل من يهمه الأمر في مختلف المؤسسات الإقليمية والقارية والدولية أن مؤسسات الدولة الجزائرية وفي مقدماتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سيل جيش التحرير خط أحمر لا يقبل النقاش أو التفاوض مع أي طرف كان ومهما كانت الظروف والملابسات.